يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. عايز اقول لكم حاجه، الضيف اللي معايا النهارده ده هو بجانب انه كان لعيب كبير جدا ومهاجم كبير جدا، اللي ما اتفرجش عليه في التسعينات مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر ما شافش مهاجم بقدرات اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي، ايه قدرات المهاجم الشبه متكامل لو مش المتكامل كمان، اللي هو راجل بيعرف يلعب بيمينه وشماله، راجل بيعرف يلعب براسه، راجل بيعرف يجي من تحت، مش بس مهاجم صندوق التقليدي بتاع زمان اللي هو اصلا كان سابق عصره، كان امكانياته كبيره جدا. انا مش ببالغ بس عشان شفته وهو موجود في الملعب كلاعب، كمدرب حدث بقى ولا حرج، يشتغل مع انديه كل امكانياتها صعبه تلاقيه بيشتغل بشغل ممتاز جدا ويطلع لعيبه كمان نجوم تبقى موجوده في باقي الانديه اللي في مصر كمان، اسم كبير في الكره المصريه وعلى مستوى بقى التحليل والاراء الفنيه فما فيش زيه، كابتن الكبير كابتن احمد كشري. يا كابتن احمد مشرف ومنور. حبيبي يا كريم اشكرك جدا على الكلام الجميل ده، وانا سعيد ان انا معاك لان انا بحبك لان انت اعلامي ما شاء الله، يعني شرف يا فندم، محايد وجميل ويعني، فانا سعيد ان انا معاك بجد. انا اتشرف جدا. طيب حبيب. قبل ما اخش على منتخب مصر كده ونعيش مع منتخب مصر والمواجهه الكبيره مع المنتخب الكاميروني، انا بفتقدك لما بلاقكش في الدوري بستغرب، يا جماعه الراجل ده مع كل الفرق اللي اشتغل معاه هو نجح، حتى لو ما نجحش على مستوى الارقام يعني ممكن تهبط فرقه او حاجه، بس بيعمل نتائج في ظروف صعبه غريبه جدا ما ينفعش تتحقق. ليه ساعات بتختفي؟ ليه ساعات ما بتبقاش موجود؟ والله يعني انا يمكن حظي قليل شويه في بعض التجارب بتاعتي، يعني بتبقى دايما صعبه، وان كان انا بستفاد منها خبرات كتيره لكن احيانا بتجيلي بعد فوات الاوان، يعني بعد ما تكون الامور بالنسبه لهم شبه يعني مستحيله، يعني زي تجربه الانتاج الحربي الاخيره، نادي الانتاج الحربي لما مسكت الفريق يعني الدور كامل الاولاني ما معهوش الا 9 بونت يعني، فالامور صعبه يعني صعبه جدا يعني، ما فيش فريق 9 بونت ما خدتش حاجه، كان بيتقال من الدور الاول انه هبط خلاص بالظبط، والدور الثاني حصلت حكايه. الدور الثاني احنا يعني عملنا اللي ما حدش توقعه بصراحه، يعني حتى اللعيبه ما كانتش مصدقه، ومش عايز اقول لك كمان يمكن اداره النادي ما كانتش مصدقه ان احنا ممكن نقعد، ويمكن الفريق ما حصلش نصيب في اخر مباراه لينا وكانت مباراه احنا اللي كسبانينها، يعني اقول لك اخر 10 مباريات مثلا، تخيل بيراميدز، انا كسبان بيراميدز 2-0 يعني بتعادل معايا في اخر دقيقه في الماتش، كنا كسبانين الاهلي لحد اخر 3 دقايق في المباراه 2-1، وكانت مباراه يعني الناس كلها شافتها وادينا اداء قوي جدا، كسبنا المصري في المصري حولنا النتيجه من 2-0 3-2، كسبنا المحله كانت كسبانه اهلي وزمالك كسبناها 3 في المحله 3-1، كسبنا المقصه، المقاولين اللي بيتعادل معايا في اخر ثانيه بيلين، نفس الحكايه الجونه، ما حدش كسبنا في اخر 10 ماتشات يمكن الاهلي. انت كمان في لعيب نورته بشكل مش طبيعي، مصطفى البدري. اللاعب ده انا اتصور لولا الظروف اللي حصلت له كان ممكن يبقى بسهوله جدا في قائمه منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه، كان يعني عمل اداء مش طبيعي يعني. بص يا كريم يعني الحمد لله بفضل الله، يعني يمكن دي تحسها معايا في فرق انا مسكتها، يعني مصطفى البدري اصلا من اول الناس اللي لعبتهم في اسوان، يعني مصطفى جه نادي اسوان وهو من كيما اسوان وكان يعني من رابع المستحيلات ان هو يخش في الفرقه، انا كان صغير صح، لقناعاتي ان هو لعيب امكانياته كويسه وانا كنت مهاجم واعرف امكانيات المهاجم كويس قوي، يعني ساعتها يعني حصل الدفع بيه وتألق، وبدأ مصطفى البدري من حوالي 5 سنين مع الأسوان لما كنت في تجربة أسوان من 5 سنين، وجه معايا لعب معايا تاني في الإنتاج ووظفته في المكان اللي يناسبه هو صحيح، اللي هو يقدر يجيد فيه، فتوظيف اللاعب هو ده المهم، ممكن يبقى عندك لاعب كويس قوي لكن انت مش عارف تاخد منه حاجه مصبوط. فمصطفى وظفته كويس جدا، هو امادو نياس اللي هو بيلعب دلوقتي في المقاولين ومتالق معاهم، فالاثنين عملوا لي فرق كبير، ويمكن مش مصطفى البدري بس يعني يمكن يعني من الناس اللي اصريت ان يجي مصر رزاق سيسي، يعني ده ابني يعني لما شفنا يقول لي شاء الله بابا طبعا، فانا رزاق من الناس اللي لفتوا نظري رغم انه كان سنه صغير جدا، وغيره يعني كريم الطيب في اسوان، وكان ابراهيم جلال تالق معايا، ولاعيبه كتير يعني الحمد لله، وبفضل الله يعني لما بخوض تجربه وحتى ما بيحصلش، يمكن هي التجربه الاخيره بتاعت الانتاج والحمد لله عملنا منها حاجات كتيره، بتلاقي لعيبه ما كانتش في الصوره اتباعت لانديه كتيره، يعني مصطفى البدر راح النادي الاهلي، امادو نياس المقاولين، علاء سلامه فاركو، الغنام فيوتشر،
لعيبه كتيره، معظم فريق المحله ده نص الفرقه من عندي من الانتاج الحربي تالقوا. فالحمد لله يعني كانت تجربه جميله، والحمد لله يعني انا استفدت منها كتير، وان شاء الله يعني ربنا يكرم. يعني حظ وحش كمدرب. انا بس افتكرت دلوقتي كمان ان انت وانت لاعب بتابع انا كوره من زمان بقى، مش صغير برضو، في التسعينات كان برضو حظك ان بتلعب مع فيليكس وحسام حسن. ورغم كده كنت بتخش وبتناحر وبتتالق بس انت برضو لو كنت بتلعب في ظروف ما فيهاش حسام حسن انت بقيت المهاجم الاول للاهلي ومنتخب مصر وكل حاجه. والله طبعا هو شرف ليا ان انا لعبت في النادي الاهلي ومع الجيل ده في وجود كابتن حسام حسن وفيليكس، يعني كان صعب ان اي حد يلعب عليهم. صعب جدا، مش في مصر، لا على مستوى الوطن العربي وافريقيا. فيليكس كان متالق جدا مع منتخب غانا ومعروف مع النادي الاهلي، وحسام كان كابتن مصر والنادي الاهلي يعني. ورغم كده انا كنت اصغر يعني سنا منهم، ورغم كده يعني جبت مع النادي الاهلي اهداف، يعني الناس انا جايب 63 جول مع النادي الاهلي يعتبر في ثلاث مواسم. الموسم الرابع بتاعي انا رحت نيوشاتل السويسري وكان جاي لي مونشن جلابخ الالماني، فجبت اكتر من حسام وفيليكس في الفتره دي رغم ان هم اللي كانوا اساسيين وانا كنت احتياطي. فلو عملتها كده يعني نسبه وتناسب في ثلاث سنين يعني كنت بجيب في الموسم 21 جول. فالنهارده اللي بيوصل ل 15 جول بيبقى 15، ده احنا بنقول عليه بيخش يعني بيلعب النون الخليزي محترف في ريال مدريد. لا يعني حقيقه يعني يمكن الواحد بيتكلم دلوقتي مثلا بعد زمن عن او ببقى مبسوط بالحاجات دي، لان فعلا احنا كنا في جيل صعب وكان كل الانديه عندها لعيبه كويسه والحمد لله كان ليا يعني مباريات كبيره مع النادي الاهلي فجبت اهدافك وربنا كرمني يعني، وكنت هداف البطوله العربيه يعني البطولات العربيه كلها. فبتمنى ربنا يعوضها لي في كمان يعني اكون حظي احسن في التدريب ان شاء الله. فجايه ان شاء الله. عايز اقول لك شويه قرارات كده طلعت من الكاف دلوقتي خبر عاجل يعني. احنا كنا من شويه قلنا على الخبر بتاع كارلوس كيروش انه تم تغيير من الاتحاد المصري عشان كارلوس كيروش ما راحش المؤتمر الصحفي قبل مباراه المغرب. 50,000 دولار، 100,000 دولار و50,000 دولار بس اللي هيتسددوا، ولو 50,000 التانيين لو تكرر هذا الامر. طيب ايه العقوبات بقى الثانيه اللي تخص مباراه مصر والمغرب؟ ايقاف مروان داوود مباراتين لسلوكه وفرض غرامة قدرها 5000 دولار على الاتحاد المصري. إيقاف مساعد مدرب مصر روجيرو باولو 4 مباريات وفرض غرامة قدرها 10,000 دولار على الاتحاد المصري. تغريم الاتحاد المصري هو ده نفس الخبر، هو ال 10,000 دولار. توجيه تحذير إلى كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر بسبب سلوكه غير المقبول على مقاعد البدلاء. إيقاف لاعبي المغرب سفيان شكلة وسفيان بوفال مباراتين بسبب سلوكهما العنيف. فرض غرامة قدرها 10,000 دولار على الاتحاد المغربي. توجيه تحذير إلى المسؤولين المغاربة الذين تواجدوا على مقاعد البدلاء في هذه المواجهة. دي العقوبات. بس هرجع تاني وأقول، كنت أسأله من شوية، ده بيحصل في الكورة، بيحصل. مرفوض طبعا، مرفوض من جانبين، مش عايزين ده يبقى موجود، بس في الكورة وحماس الكورة وانفعالات الكوره. الراجل اللي قدامي دوت راجل مهذب ومحترم جدا، تعرضت لعقوبات قبل كده. طبعا انفعالات الكوره منطقيه يعني، بتحصل غصب عنك. لا انت بني ادم وبيبقى بتبقى في موقف على الخط احيانا مضغوط، ومباراه ممكن تبقى منفعل بس يعني ما بتوصلش تجاوز يعني، لكن لازم الحكم برضو الحكام تبقى يعني مع المدربين، تعرف ان ممكن المدرب او ممكن يمشي بعد مباراه زي دي لو خسر. احيانا بس لازم المدرب طبعا الانفعالات مش مع يعني مش مقبوله ومش مرفوض، مش احنا مش بنزكي ده، بس لا احنا لا بنقول انه وارد انه يحصل، وارد. لا ما نكبرش يعني، راسه ما نكبرش الموضوع، نرفضه ونقول مش عايزينه بس ما نكبروش. اعظم مدربين في العالم حصل مورينيو وسيميوني وجوارديولا كل المدربين دول تم ايقافهم وتم تغييرهم ولاعبين كتير ويورجن كلوب لا عادي، اصل انت بني ادم يا كريم بتبقى واقف على الخط، مشاعرك بتختلف حسب ظروف المباراه. بس يقول لك ايه، الكلام ده ما بيحصلش في اوروبا، ده احنا شفنا مدربين بيتخانقوا مع بعض على الخط في الدوري الانجليزي، بيتخانقوا رايحين يضربوا بعض يعني، مدربين كبار يعني اسماء كبيره طبيعي يعني. وبعدين انا هقول لك حاجه، يمكن من تجربتي انا كان ليا تجربه في افريقيا 3 سنين طبعا، ضرب منتخب جيبوتي طبعا. الحكام الافارقه يعني ما بيحبوش لما تيجي تتكلم معاهم بيعندوا اكتر من يعني غيرنا هنا. الناس ممكن تتفاهم وجهه نظرك، لو جالك حكم واتكلمت معاه مثلا وقلت له كابتن اللعبه دي كذا وكلامنا يتفاهم، هم لا يعني بتلاقيه بيحطك في دماغه اكتر. قلقان من بكاري جسامة؟ والله قلقان منه بس مش عايز احطه يعني يبقى عامل ضغط علينا وعلى اللي عايزين ننساه، يعني عايزين ننساه لان برضو
الراجل ده ليه مواقف معانا مش حلوه، بس في نفس الوقت هنفتكر له كويس معانا ان احنا صعدنا كاس عالم بضربه جزاء وان كانت صحيحه، لكن مش عايز احط الحكم هو الاساس في المباراه. أيوة. خلينا نتكلم في الايجابيات بتاعتنا او سلبيات بتاعتنا نتكلم فيها، لكن مش عايزين، لان احنا كمان شعب عاطفي قوي يا كريم. ناس بقت بتقعد النهارده بتتفرج على المباراه بتلاقي الناس بتنفعل زياده عن اللزوم. فالنهارده لو انت اتكلمنا وقلنا ان الحكم هيبقى عامل رئيسي في نتيجه المباراه، مش هتلاقي حد مستحمل اي قرار منه. فاتمنى ان احنا ننسى الحكم وخلينا في الملعب، لان في الاول والاخر حتى لو الحكم ده يعني عايز يجي علينا اكيد يعني ان شاء الله ربنا يعني كبير، واحنا اجتهدنا الماتش اللي فات والحكم كان ضدنا وكسبنا. صح. كسبنا المغرب. صح. فرقه احسن من الكاميرون. صح. احسن من اي فرقه في البطوله. صح. فبالتالي انا مش عايز الحكم يبقى يعني نتكلم عليه خالص، وهو اكيد يعني عايز يوصل ان هو يلعب كاس عالم. ده هو يعني لو ما فكرش في يعني في كده يبقى هو مش حكم ذكي. طيب من النقط المهمه جدا في ارض الملعب حضرتك بتتكلم على الايجابيات، احنا كنا بادئين كاس الامم الافريقيه بشكل يخض بصراحه، مباراه المنتخب النيجيري خضتنا. بعد كده احنا مشينا بتسلسل تصاعدي جيد ورائع. اول مباراتين بعد مباراه المنتخب النيجيري غينيا بيساو والسودان تحسن الاداء. ما وصلناش للي احنا عايزينه. قدام كوت ديفوار سقفنا وقلنا الله. قدام المغرب الله الله، كل حاجه كانت عظيمه. ايه اللي حصل من اليوم الاول في كاس الامم الافريقيه اللي وصلنا لحد مباراه المغرب نبقى داخلين مباراه الكاميرون واحنا اخيرا عندنا شويه طمانينه؟ بص كريم، احنا اول لما جه مستر كروش هو عمل حاله من الجدل. الجدل حتى احنا انا كراجل مدرب بكلم مع زمايلي المدربين برضو في الدوري. ما كانش مفهوم يعني وجهه نظره وايه اختياراته. في الاخر المدرب مش حد عايز يفشل، هو عايز ينجح. أيوة. ودي وجهه نظره هو الشخصيه اللي هو رؤيته هو، وبدل احنا اتحاد كوره جبناه في المكان ده يبقى ما ننتظرش منه غير نتائج. صح. ما نحاسبهوش على ما قبل النتائج، قبل او هو بياخد مين او بيلعب مين. مزلوط. احنا نقول بقى نفسنا مين يلعب وبتاع، يعني من حقنا تقول لي وجهه نظرك. اقول لك انا وجهه نظري في تشكيل مثلا معين الخاص اللي انا اتمناه. مش حضرتك كمان بس، المشجع العادي اي حد بيحط تشكيل واي حد عايز لاعب يلعب، ده بيحصل في العالم كله. لكن المدرب لما ينجح ويمشي كويس. صح. حتى لو هو غلط في تشكيله يبقى هو صح. مظبوط. اللي هو اسمه التكيف. هو الراجل خد مجموعه وتكيفوا على الوضع بتاعه وطريقته وبدا يكسب، بدليل ان هو بيلعب بطريقه 4-3-3 وما غيرهاش. وحتى لما جاب عبد الله السعيد ودخله في الفرقه حاولوا يلعبوا في الثلاثه، ما الامور ما مشيتش شويه لان عبد الله ما بيلعبش في الحته دي، لعب بثلاثه فلات وحط ايمن اشرف. احنا لينا وجهات نظر في التشكيل، لكن بدل المباراه كسب هنقول الحمد لله ان هو كسب. ووجهه نظرنا دي يعني نتمنى ان هي تبقى في المستقبل لتحسين جوده وشكل الفريق في الملعب اكتر. لكن الراجل واضح ان هو مثبت تشكيله، عنده قناعات بلاعيبه معينه، عنده اسلوب عايز يعمله، شايف ان هو بالطريقه دي بيكسب، فهو لازم ندعمه ونبقى معاه. وفي الاخر هو هيتحاسب على النتائج، مش هيتحاسب على يعني زي ما نقول ايه تشكيله او اداؤه. انا هو ده اهم حاجه في المدرب، النتائج. اديني نتائج، انت مدرب كويس، ما اديتنيش نتائج حتى لو الاداء كويس هتبقى الامور صعبه. ايه اللي حصل في الملعب في مباراه كوت ديفوار والمغرب؟ حسسونا انه الاداء التكتيكي في الملعب اداء تقيل. مش هكلمك، مش هبالغ واقول ان الاداء كان ممتع، ما مش تيكي تاكا وبرشلونه ومانشستر سيتي والكلام ده، بس تحس ان احنا فرقه تقيله في الملعب تكتيكيا. احنا كنا فرقه تقيله قدام كوت ديفوار وقدام المغرب. بالعكس احنا قدام المغرب تفوقنا معظم فترات المباراه. كوت ديفوار كنا ند بند، بس برضو انك تبقى ند بند قدام منتخب قوي جدا زي كوت ديفوار ده كان برضو شكل كويس. ايه اللي حصل في الملعب وفي طريقه اللعب اللي خلتنا نوصل للمرحله دي؟ اولا يعني من خبراتنا بقى واحنا مجالنا، يعني انا قبليها كنت في بتكلم في مداخلات يعني في احدى القنوات، واتسالت منتخب المباراه بتاع كوت ديفوار وقلت لهم هنكسب. قال له يا كابتن كوشر انت متفائل؟ قلت لهم والله هنكسب، انا احساسي كبير جدا هنكسب. لان احنا منتخب مصر عنده او طبيعه اللاعب المصري بيحب انه يبقى تحت ضغط. صح.
اللاعب المصري حتى انا في فرقتي لازم تبقى انت ضاغط عليه عشان يحس بالمسؤوليه. وبعدين اللي حصل قبلها، الكلام اللي حصل قبلها، وتوجه لصلاح وللنني استثار اللعيبه ده فجاب نتيجه ايجابيه. واذا كان النقد بيبقى نقد ايجابي ففي الاخر بيعود على المنتخب بالنتائج الايجابيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المنتخب في مباراه كوت ديفوار كان خلاص يعني لازم يبقى زي ما بيقول منتخب مصر في حالته، لان النتائج والاداء اللي قبل كده ما كانش كويس. وانت بتلعب فرقه كوت ديفوار، الفرق الافريقيه كريم بتعتمد على افراد، ما بتعتمدش على جمعيتها. لحد النهارده لا منتخب السنغال هو منتخب السنغال، ولا كاميرون، ولا كوت ديفوار، ولا نيجيريا. فبالتالي انت لو اشتغلت كويس دفاعيا على الفرق دي ونص ملعبك واقف صح، والطريقه 4 3 3 تناسب اللعب مع الفرق دي، فانا كان عندي يقين ان احنا هنكسب، مع ان محمد صلاح يبقى في حالته، مع ان مصطفى محمد يخبط وياخد الكور العاليه، الكور المشتركه وكان بيعملها، مع ان يبقى التغييرات بتاعتنا في محلها او تبقى ايجابيه زي ما حصل مع نزل تريزيجيه وكان ايجابي، نزل رمضان وكان ايجابي، نزل التغييرات اللي نزلت، حتى محمود علاء لما نزل كان في الفتره دي كويس، حتى ابو جبل لما لعب مكان الشناوي كان ايجابي. فاحنا الفرق المصريه او الفرق بتاعتنا بتحب تلعب تحت ضغط، ولما بتقرب من المسافات من البطوله لا الامور بتختلف والحسبه بتختلف. وانا شايف الحمد لله ان مباراه المغرب وكوت ديفوار، انت ما كسبت كوت ديفوار فخلاص خدت الثقه انك تلعب مع المغرب وتكسب المغرب. فمباراه الثانيه اديتك الثقه، المباراه الجايه الكاميرون دي ان شاء الله هنبقى فيها كويسين. قبل ما نروح لمباراه الكاميرون، اتقال كتير برضو على كارلوس كيروش ان هو مدرب عنيد يعني، وبياخد قراراته من دماغه وما بياخدش قرارات او مشورات من الجهاز المعاون. في موقفين، واحد في كوت ديفوار واحد في المغرب، عمل عكس ده خالص. في مباراه كوت ديفوار حمدي فتحي يتصاب، يجهز مهند لاشين انه ينزل، وبعد كده نلاقي زيزو، فده مؤكد انه حد قال له ما زيزو افضل دلوقتي مثلا. مباراه ثانيه حجازي بيتصاب، بيجهز محمود علاء، فحد يقول له رجع ايمن اشرف ورا ونزل محمود تريزيجيه في وسط الملعب، فيعمل كده. الكاميرا كانت بتبين حي. فهو ادانا برضو دلاله ان هو مش زي ما احنا كنا متخيلين. احنا كنا متخيلين برضو ان هو عايز يعمل اللي في دماغه وخلاص حتى لو غلط. بص يا كريم، على الخط بتحصل امور بقى مختلفه شويه. انا ليه سالتك على دي تحديدا؟ انا كنت اسالك بصيغه ثانيه، انت حصل معاك مواقف زي دي ولا طبعا كتير، فاحكي لي انت بقى التفاصيل. لا الموقف ده انت بتبقى مثلا الجيم ماشي وفجاه يحصل مثلا لعيب يطرد او يحصل اصابه اللاعب، فانت الحسابات بترتبك، بتبقى لازم تاخد قرار سريع. صح، قرار سريع، وفي اكتر من قرار ممكن يناسب الموقف. ممكن يناسب الموقف انك تنزل سرد باك مكان سرد باك، او انك تدخل الراجل الديفندر اللي هو السرد باك ايمن اشرف جوه. يعني اكيد هو فكر لما قال جاهز محمود علاء للسرد باك هو كان صح، بس لما هيقعد يفكر او هيجي المساعد معاه او هو هياخد القرار، هيعرف ان في ايمن اشرف يقدر يلعبها عشان ما خسرش تغييره في خط الضهر، فبتحصل. فبيعمل ايه المدرب؟ انا عن نفسي بيحصل معايا الموقف دي، باخد ثواني وارجع مع الجهاز اللي معايا، اجيب اتكلم مع الجهاز اللي معايا بسرعه، اقول لهم في اقل من دقيقه تقولوا لي انا بفكر في كذا وكذا، انتوا في دماغكم حاجه قولوا. فالقرار لازم يبقى سريع. الجهاز المعاون ده مهم جدا طبعا، وهو الراجل ممكن عنيد في قناعاته، هو مقتنع بكريم انه كويس خلاص خد كريم. حلو. لكن على الخط طبيعي معاه مساعدين، هيجي في وقت هيلجا يتكلم معاهم، لان في زي ما بقول لك الموقف بتاع حجازي ينفع له حاجتين، ينفع محمود علاء ينزل مظبوط، وفي نفس الوقت ينفع ايمن اشرف يرجع وتنزل تريزيجيه في نص الملعب، او تنزل زيزو في نص الملعب. فبالتالي المواقف دي يا كريم بتبقى في ثانيه، ولما بياخد القرار بيهدى، المدرب بيهدى بيلاقي انه بيعرف ياخد القرار، ولما يجي حد من الجهاز بالذات اللي هو المدرب العام اللي معاه يكلمه يقول له طب فكر في فلان، هتلاقي هنا بيحصل. وده ده طبيعي، مش معنى ان الراجل على فكره ان هو يعني زي ما بيقولوا عنيد في قراراته والكلام ده، ان هو مش هيسمع الناس، لا يمكن، لازم هيسمع له غصب عنك، يعني مصلحته غصب عنك هتوصل لمرحله انه انا دماغي هتبقى مشغوله بكذا حاجه، بفكر في كذا حاجه، ده في حياتنا عاديه يعني. انت محتاج معاونه، حتى لو انت شخصيه عنيده وتقدر تاخد قراراتك بنفسك، هتحب تسمع على الاقل. لا طبيعي، تسمع مشوره يعني. الصح هنا ان انت تسمع راي اللي معاك، لان
في على الخط مدرب بيبقى هادي وفي مدرب بيبقى عصبي. صح. فالمدرب اللي بيبقى عصبي يستحسن يبقى معاه مدرب هادي. صح. يرجع له. صح. يقول له انت شايف ايه؟ ممكن يبقى انا قرار في دماغي لكن اقول له انت شايف حاجه مثلا يقول لي كذا، فيبدا هنا القرارات. ففي حاجات على الدكه معلش بيتاخد فيها قرار في 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 اقل من دقيقه او في ثانيه، والناس ممكن تبقى في الشارع قاعده وهاديه والكلام ده تاخد القرار صح اكتر من الراجل اللي على الخط. صح. ليه؟ لان الناس هاديه لكن هو ده بيبقى في الموقف عايز ياخد قرار في ساعتها. فلا طبعا المدرب هو غير صح، واكيد ان الجهاز المعاون كلمه، واكيد ان هم بدا يبقى في يعني مع الوقت هيبقى في كيمياء وفي تعاون اكتر لان مصلحتهم واحده. مستر كروش لو مشي اعتقد ان الجهاز ده كله هيمشي معاه، ولو قعد ما الجهاز ده قاعد معاه في المصلحه واحده. طيب في جزء فني من الحاجات برضو الدالات الفنيه، اكيد حضرتك وانت بتتفرج على كارلوس كيروش بتقول ايه على اللقطه دي في التكتيك او في الشغل الفني، برافو الحركه دي كويسه. هسالك على ايه هي الحركات او التركات اللي انت عجبتك، ده واحد. اتنين، انا في حاجات شفتها وعايز حضرتك برضو تاكدها لي اذا كانت صحيحه ولا لا. فكره ان محمد عبد المنعم بيستقبل اكتر من ركنيه ويحصل فيه تنقلات وتحركات من اللاعبين عشان الكوره توصل دايما لمحمد عبد المنعم عشان دي اتكررت كذا مره، فاكيد ده شغل فني مش شغل بالصدفه يعني. اتنين، انه اللقطه بتاعت صلاح وتريزيجيه بتاعت الهدف الثاني قدام المنتخب المغربي لما حول الطريقه ل 4-4-2 او لعب باتنين قدام ومستواه كان بيرجع شويه جابت نتيجه بالظبط، انه صلاح خد الاسبرنت. حتى شفنا الكور دي ناس نزلوا كور من البريمير ليج شبه دي بالظبط صلاح بيعملها مع فيرمينيو، فواضح انه برضو في شغل فني بيحصل في المباراه ككاتشنه يعني، انك بتديني المباراه على حسب اللي بيحصل. ده كان اللي انا شفته، انا بس بديك كيوهات عشان حضرتك في النهايه بقى تقول اللي انت شفته وعجبك في الشغل الفني لكارلوس كيروش. اولا انا عجبني ان هو ثبت الطريقه بتاعته اللي هي 4-3-3 مع الفرق الافريقيه، خاصه ان فريق المغرب كمان بالذات عنده اشرف حكيمي يعني بيزيد من ناحيه اليمين بطريقه يعني مميز سرعاته. صح. وعنده ايجابيه الكره العرضيه وبيكمل، عنده خبرات كبيره. فلما لعب بثلاثة فلات انا قبليها قلت انا اتمنى الراجل يثبت الطريقه دي. صح. يلعب في القلب النني والسوليه على يمينه ويلعب ناحيه الشمال. ما كنتش حابب في البدايه ايمن اشرف الامانه يعني، انا قلت زيزو لان زيزو هيدينا الاثنين، هيديك الباور والجري والكلام ده وهيديك في نفس الوقت تكمله ورا المهاجمين، ولكن هو لعب بايمن اشرف فبرضه على الاقل الطريقه اللي قلنا عليها سليمه. اللي باين في منتخب مصر زي ما انت بتقول مثلا بتاعه محمد عبد المنعم دايما في الكور الثابته كريم، الفرق الثانيه وانا بركز على اللعيبه المميزين بالهيدرز. فانا عشان اركز مثلا في منتخب مصر همسك حجازي، همسك الناس اللي هي بتتميز مع مصطفى محمد. صح. اميز ناس السوليه. صح. محمد عبد المنعم مجهول. اللعيب اللي دايما مجهول ده هو اللي ممكن يعمل لك الفارق في الكور دي. صح. ان كله اتحرك هتلاقيه اقل واحد فيهم ميزه هو اللي ماسكه. صح. فهتلاقيهم بيتحركوا بيسعوله عشان هو يخترق. الحركه بدون كوره قبل اللعب دي مهمه جدا. صحيح. فمحمد عبد المنعم زي ما بنقولها كده باللغه البلدي الله والخافي اللي هو بيجي. صح. يقطع لانه هو مش السبوت مش عليه، لانه هو غريب عن المنتخب المنتخبات اللي بيلعبها طول محمد كمان مش طويل قوي يعني، فبيجي يقطع بيتحرك كويس. زائد ان في لعيب بيجيد التحرك للكوره يعني، في لعيب تلاقيه دايما تقول هي الكوره دايما بتيجي مثلا هنقول في الزمالك دايما الكوره بتيجي لمحمود علاء. ايوه. اشمعنى محمود علاء اللي بيطلع ويجيب بدماغه؟ لان هو بيتحرك للكوره والكوره بتجيله وعارف يروح فين. لما لعيب زميله بيرفع فلان مثلا هيرفع مثلا في الزمالك ايا كان عبد الشافي هيرفع له، هو عارف عبد الشافي هيوصل الكوره لفين، عارف لو زيزو رفع هيوصلها لفين. ففي الحاجات دي مهمه جدا في الكور الثابته. عشان كده محمد عبد المنعم بيبقى بيتحرك عنده الميزه دي وبيقطع كويس، وعشان هو سيرد باك عنده سرعات وانقضاض كويس على الكوره فبتلاقيه بيروح للكوره اسرع من اي حد. انت رايك في محمد عبد المنعم؟ لا لعيب طبعا كويس. خلي بالك محمد عبد المنعم من ولادنا في الاهلي وانا دربته. يعني طبعا دربته ودربت صعدته معايا في الجيل بتاع اللي كنت ماسكه بتاع رمضان صبحي وكريم نيدفيد وناصر ماهر، صعدته هو احمد عبد القادر. ايوه. الاثنين معايا ولعبوا معايا يعني كان مميز من صغره يعني. هم كانوا اميز ناس في فريقه. عنده ميزه كمان ان هو تحسه عنده شخصيه يعني بجانب مهارات المدافع بس مش عليك. خايف. برافو عليك. بص اللعيب اللي بينجح في منتخب مصر ويلعب انديه كبيره يكون عنده شخصيه. الناس تعرف يعني ايه عنده شخصيه. ايوه. يعني عنده قرار.
عنده ثبات انفعالي، عارف امتى ان هو يبقى حماسي ويشتغل على الكوره بقوه، عارف امتى ايه ده. هو الولد ده صاحب قرار، يطلع بالكوره، يمرر الكوره صح. في مدافعين تحسهم اول ما تجيلهم كوره بيترعشوا. ايوه بقى هنا بقى هنا الفرق. لا محمد عبد المنعم من اللعيبه اصحاب القرار وعنده شخصيه، ودي موجوده على فكره. يمكن الجيل بتاعه فيه كام لعيب كويس، يعني انا مش عايز اخرج بره اطار المنتخب، لكن هو لاعب عنده شخصيه فتوح، حاجه انا مستمتع بيه جدا جدا. صح انا قاعد بامانه مستمتع بيه فعلا. يعني انا مش عايزين بس يمكن ايه كل الناس، هو حقه انه ياخد الكلام ده. اتمنى ان كل الماتشات الجايه على نفس المستوى فعلا يلعب في احسن انديه في اوروبا. أيوة. ولو قيمته هتلاقيه افضل من اللعيبه بتلعب في اكبر انديه في العالم. صحيح، لانه هو عنده مميزات كويسه جدا. اول حاجه بيدافع كويس جدا، التغطيه العكسيه بتاعته كويسه، بيهاجم كويس، مهاري، بيوصل، بيلعب مع فرقته، عنده حلول، بيعرف يتعامل مع اللعيبه الكبيره ومش هايب الموقف. لا يعني ده لاعب قدام مين؟ لعب قدام نيكولاس بيبي لاعب ارسنال، وبعد كده لعب قدام اشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، وكان هو ده كان بينطق الكوره قدام اشرف حكيمي. لا انا اصلا وانا بفرج عليه بقول له يا جدع لا ما تهزرش، حاجه مميزه بصراحه. في ليفت باكس في العالم ما يقدروش يعملوا، ما يعرفوش يجابوا يعدوا من جنب اشرف حكيمي. افضل في منتخبات ما بتحسش بالباك ليفت بتاعها خالص. يعني هو انت لو قيمته النهارده انا شايف ان هو ما يقلش عن الناس اللي بتلعب في ليفربول وفي توتنهام. لا ما شاء الله حاجه، يعني عشان كده بقول لك الجيل ده فيه لعيبه عندهم شخصيه، يعني فيهم لعيبه كويسين، لعيبه كتيره. حتى المنتخب الاولمبي بتاعنا اللي فات كان عنده لعيبه كويسه وشخصيه تقدر تعتمد عليهم في اللي جاي. النهارده اهو انت شايف بيخش محمد عبد المنعم بتلاقيه دايب في الفرقه، موجود كانه بيلعب بقاله كام سنه. صبحي بينزل شويه، ولا محمد صبحي، يمكن انا يعني عايز اتكلم على محمد صبحي بالذات. يعني محمد صبحي الناس انا مش عارف، بالعكس انا نفسي محمد صبحي يلعب، من الاجوان الموهوبه جدا في مصر، وعنده شخصيه وعنده قرار، ومن احسن الحراس في الدوري المصري. يعني من اذا كان الشناوي واحد، انا وجهه نظري محمد صبحي اتنين يعني. وطبعا ابو جبل عمل يعني حاجه جميله جدا. ابو جبل انا هجي لك على محمد صبحي، بس ابو جبل بالنسبه لي كان مدهش. ليه بقى ابو جبل ده؟ ليه قصه يا كابتن احمد. اولا هو قبل ما يخش مع المنتخب اخر معسكر ده ما كانش بيلعب اساسي مع الزمالك، كان محمد عواد ولعبوه ماتش عشان كروش يختاره في القائمه، فهو اصلا كان بعيد عن تشكيله الزمالك الاساسيه. تاني حاجه ان كروش نفسه استبعده في البطوله العربيه. تالت حاجه هو قاعد بيلعب وما بيلعبش، يعني قاعد على الدكه والشناوي هو اللي بيلعب، ينزل يصد تصدي اعجازي في مباراه كوت ديفوار، يصد ضربه ترجيح رجاح كافه مصر في مباراه المغرب، شال كره خياليه اللي هي كانت بالهيد دي بالهيد. فبصراحه يشكر جدا، والرجوله بتاعته في الاخر، هو ما كانش عايز يخرج كمان، بغض النظر ان احنا دايما بنقول اللاعب المصاب يخرج، بس الرجوله والروح دي حاجه عظيمه جدا من محمد ابو جبل. نوعيه اللعيبه الدوليين اللي هي عندها برضه شخصيه، احنا بنتكلم على لعيبه تقدر تشيل فرقه. صح، فابو جبل بيلعب في نادي الزمالك برضه. يعني لازم نكون يعني عارفين هو بيلعب فين. بيلعب في نادي ما بيقبلش غير ان هو يكسب. صح، نفس الحكايه زي الشناوي. عشان كده دول عندهم شخصيه. صبحي كمان انا سعيد ان انت اتكلمت عنه كده، عشان صبحي وهو نازل الماتش اللي فات من مكان محمد جبل كان الناس تقول لك يا خبر ده هيعمل ايه ومش هيعمل ايه. انا بقول لك احسن جون بيعجبني في الدوري المصري محمد صبحي، ولعب قدامي. انا مش بقولها من لا، لعب قدامي ماتشين. لا انا حتى وانا على الدكه بقول لهم ده جون كبير بيلعب قدامنا مش صغير. عنده قراراته مظبوطه بقى، مظبوطه، بيطلع ياخد الكور العرضيه كويس قوي. بيلعب برجله كويس جدا. في الانفرادات هايل. عايز اقول لك حاجه، في ضربات الجزاء يفوق حراس بتوعنا كلهم. يعني صبحي لو ماتش المغرب وانا قاعد كان معايا اصدقاء بتفرج، قلت لهم اتمنى ان صبحي اللي هو في ضربات الجزاء. فاحنا لا يفوق عندنا كل حراس المنتخب في ضربات الجزاء. مميز جدا فيه شناوي ابو جبل وجاد كلهم. اقول لك حاجه، انا حتى المباراه بتاعتي لما لعبته في الانتاج الحربي والاتحاد كانت ضربه جزاء وصدها وتردد جبناها جون. هو صعب تجيب فيه جون في ضربات جزاء، مميز جدا. مش كلام ده، لا انا يعني انا بكلمك انا في المطبخ. فالناس لازم تبقى عندها ثقه، ومش هو بس، وحتى محمود جاد مميز وجون بارد وهادي وما بيخافش. صح. لا انا مش شايف ان في حد حتى لو لعب هنبقى قلقانين. طيب يعني نتعامل ازاي بقى مع مباراه الكاميرون، وشايف التشكيل المناسب لمباراه الكاميرون يكون ايه؟
والله مباراه الكاميرون انا يعني يمكن الونش ما اعرفش موقفه ايه. الونش جاهز جاهز يبقى الونش يلعب. الونش ومحمد عبد المنعم تمام، الاثنين دول افضل اثنين يلعبوا. عظيم. اتمنى يكون جاهز يعني بدنيا وفنيا طبعا. الونش ومحمد عبد المنعم اثنين سرد باكين. ليه؟ لان الاثنين بيجيدوا اللعب بالكور العاليه، وطبعا منتخب الكاميرون مميز جدا لانه عنده اطوال. وتاني حاجه عندهم الاشتراكات بتاعتهم فيها قوه معاهم هتبقى مميزه، وفي سرعات يعني الونش عنده سرعات وعبد المنعم تمام. الباك رايت بتاعنا عمر كمال عبد واحد ما شاء الله عليه، ما شاء الله يعني ربنا يحميه ماشي زي الفل. وفتوح ناحيه الشمال، قلب الملعب النني والسوليه وزيزو. حمدي فتحي جاهز بالمناسبه؟ لو حمدي فتحي جاهز اعتقد ان هو هيلعب، بس انا ما بحبش ثلاثه ديفندر ديفندر. يعني انا بحب الثلاثه يبقوا مختلفين. يعني النني هيلعب مثلا الماتش اللي فات لعب سته، لعب هو في العمق في على السنتر، ولعب السولاي على يمينه. ولو حمدي فتحي يعني انا بحب يبقى فيه لعيب كوره كرييتيف شويه مبتكر شويه، ما يبقوش الثلاثه زي بعض، ما يبقوش الثلاثه سته. لكن هي اسلوب، انا مش هضحك عليك، يعني ممكن الثلاثه يلعبوا عشان انا عايز اطول الماتش شويه. فريق الكاميرون او السنغال او اي فرقه لو مشيت معاهم في الجيم عديت الشوط الاولاني تعادل ودخلت الشوط الثاني هم بيغلطوا وبيفتحوا خطوط. طب اقول لك تفصيله في موضوع التلاته دوت برضو، قول لي صح ولا انا ممكن اكون بفتي وانا قاعد معاك. لا 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 أقول. بس انا بحس لما حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد النني بيلعبوا مع بعض في دماغ كيروش، هو التلاته دول دايما التلاته بيلعبوا ست، يعني هو عنده دايما سته وتمانيتين. بس هو بيفضل يروتيت بينهم لدرجه انه في ماتش من الماتشات شفت عبد الله السعيد بيلعب ست، ودي كانت كارثه يعني. احنا ساعتها قلنا أيوة مستحيل يلعب عشان هو بيروتيت دايما بين التلاته. فاتصور في قراءه في دماغ الراجل، عشان احنا دايما كنا بالنادي بزيزو هو عايز التلاته اللي بيلعبوا دول يكونوا يعرفوا يلعبوا سته في وقت من الاوقات. بص انا اقول لك حاجه، هي المباراه صعبه ومع فريق كبير وعلى ملعبه. ممكن العب بالثلاثه، ممكن العب بالثلاثه عشان امن نفسي واشتغل على ان انا اخطف هدف. الثلاثه لو لعبوها في نص الملعب الثلاثه عندهم ميزه كويس، بالذات يعني حمدي فتحي من اللعيبه اللي بتعرف تقطع كوره وبتضغط كويس قوي. السوليه يعني عنده دي مميز فيها ولعب كوره، والنني بيتمركز اكتر وبصير يعني الكوره اللي بتجيله بيباصي السهل. ممكن نلعب بيها، بس يعني انا احب ان الشوط الثاني بقى التغييرات تفرق معانا. يعني الماتش اللي فات بدا بايمن اشرف، كنت حابب ان يبقى زيزو مثلا، لان زيزو عنده ميزه. انا بقول لك ليه زيزو؟ زيزو بيجري كتير، زيزو عنده باور، زيزو غلاوه في الكوره، بيقدر يكمل ورا اللعيب، بيشوط، بيلعب مع اللعيبه اللي قدام، بيقدر يخش التمريرات العرضيه حلوين. يعني هو اللي عمل تمريرات محمد صلاح اللي راح بيها ودى الكره للتريزيجيه. فانا لازم يبقى عندي واحد عنده الميزه، بجانب ان هو يعني زيزو بيتميز بان هو سريع وبيرجع يدافع، فانت ممكن يلعبها، وخاصه يلعب على الخط، هو مش هيلعب 10. هو لو لعب ناحيه الشمال قدام فتوح هيبقى جابها. لو لعب الثلاثه كده اتمنى يعني ان هو يلعب بدول، يعني يلعب بالسوليه والنني والثالث يبقى زيزو، والثلاثه اللي قدام مرموش وصلاح ومصطفى، وعندي حمدي فتحي امن بيه. يعني انا لو لقيت ان الامور مضغوطه امن بيه، ولو هيبدا بالثلاثه حمدي فتحي، وان كان انا ما بحبش الثلاثه يبقوا شبه بعض، لكن لو يبدا بالثلاثه برضه الراجل هيبقى صح، لانه عايز يمشي بالمباراه. فرق الكاميرون او فرق افريقيا عندهم مشكله في خط الظهر دايما. لما الوقت بيمر بتلاقي المساحات عندهم بتفتح صح. واحنا شفنا فرقه غينيا الاستوائيه عملت جيم هايل على الكاميرون، عندهم شويه خبرات كانوا يكسبوا، كانوا في وقت من الاوقات سجلوا. ده جزر القمر بيلعبوا ناقصين لعيبه، وبيلعبوا بظهير ايسر حارس مرمى ومطلوب منهم لاعب، وعملوا مباراه على الكاميرون جابوا جول بالظبط. فانا عايز يعني ايه يبقى في توازن. ممكن تبدا الجيم والراجل ممكن يبقى حريص، لكن الثلاثه اللي قدام بقى، الثلاثة اللي قدام عندي صلاح ومصطفى محمد وهو بيلعب بمرموش. يعني اتمنى ان مرموش يبقى تغييره. يعني انا عايز رمضان صبحي. ليه رمضان؟ رمضان من اللعيبه اللي عندها شخصيه، بيعرف يقف على الكوره. انت عشان تلعب مع فرقه زي الكاميرون وممكن يبقى في ضغط، عايز لعيب يقف على الكوره. رمضان من نوع لما بيحضر على الكوره ما حدش بياخدها منه. رمضان لما بيجي بوشه يقدر يعمل لك، بيوصلك للجول. انا عارف ان رمضان ممكن ما يكونش يعني في حسابات الراجل كتير قوي، لكن مختلف. هيقدر عنده شخصيه. مرموش لعيب مهاري ولعيب كويس قوي وعاجبني، لكن مرموش انا شايف ان هو الشوط الثاني يبقى افضل، زي تريزيجيه كده عايز مساحه، عايز جري كتير. ادي مرموش، لو مرموش الشوط الثاني هتلاقي مرموش بيوصل للجون بسهوله، لان مرموش في الشوط الاول بيمسك كوره بيخش في وسط اربع لعيبه كريم، عايز يرقص واحد واثنين وثلاثه، الكلام ده بيبقى مقفول في الجيم في بدايه الجيم.
لو هيلعب بمرموش ومصطفى محمد وصلاح، وانا عارف ان ده الاقرب وده اللي يعني في دماغ الراجل، مفيش مشكله. بس برضو في حاجه عايز اقولها، ان مصطفى محمد ضروري وجوده في الملعب. حتى لو مصطفى محمد ما بيجيش يعني ما بيبقاش في الجيم قوي، لكن لو انت شفت المباراه اللي فاتت تكتيكيا، كل الكور العاليه اللي طالعه من عندنا، احنا ما كناش بنستلم من تحت وبنحضر وبنطلع من نص الملعب، فكانت الكور معظمها طوليه على مصطفى محمد. صحيح، مصطفى كان بياخد الكوره، صحيح، بيقدر يشترك ويخلي الكوره في نص ملعبه، بيقدر يعمل خطوره عليهم. لكن لو انت مصطفى محمد مش معاك في الحاجات دي، هتلاقي كل الكور اللي جايه عاليه مردوده عليك، هتبقى مضغوط. ف يعني اتمنى التشكيل بتاعنا يبقى بالشكل ده، لكن عندي تفاؤل كبير ان احنا هنعمل عليهم جيم كبير. وانا كمان والله متفائل جدا يا كابتن احمد. كابتن احمد تشرفت ونورت، استمتعت دايما بستمتع بوجودك معايا والله وكلامك. حبيبي انا اللي سعيد ان انا معاك وشفتك النهارده، برنامجك الجميل اللي مكسر الدنيا يا حبيبي، شرف لي دايما يعني، من تألق لتألق، ومبروك عليك البرنامج وتستاهل اكتر كمان، دايما تنورنا وتشرفنا حبيبي يا كريم. ميرسي جدا. طيب لسه مكملين مع حضراتكم، بعد الفاصل نستقبل النقاد الرياضيين حسام زايد واحمد عبد الحميد، نتكلم معاهم شويه فيما يخص اخبار ما قبل هذه المواجهه الكبيره بين مصر والكاميرون. خليكم معنا.